حضرتك احنا كنا بنستعرض من شويه ملف مافيا العقارات، وفي نفس الوقت كمان كنا بنستعرض الايجابيات اللي حضرتك عملتها بجد. احنا نرفع لحضرتك القبعه يا فندم. أنا متشكرين يا فندم، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وللسادة المشاهدين. ألف شكر يا فندم. دلوقتي احنا نزلنا رصدنا الفترة اللي فاتت دي شوية عن مافيا العقارات عندكم، لقينا ان في ناس معينة، وده انا شفته بعيني، بيزودوا حاجات كتيرة قوي وادوار كتيرة قوي عن البنى الطبيعي. دور الحي الفترة اللي جاية دي ايه؟ هو في فعلا اسماء معينة، هي مافيا العقارات في حي المقطم وخصوصا في الهضبة الوسطى تجاوزت الارتفاع. احنا عندنا الارتفاع ارضي واربع ادوار، هم وصلوا خمسة وستة وبعض الاحيان سبعة. تمام. احنا بنتفضل الموضوع ده، ويعني احنا شغالين في ازالات وازالات فوريه. احنا مجرد ما بنشوف حد بيطلع عن الارتفاع المحدد ليه، احنا بننزل فعلا وبننزل نكسر وبننزل نزيل هذه الارتفاعات. والحمد لله ده يعني حد كتير من اعمال المخالفه في حي المقطم. ما بصراحه حضرتك مشكورا جدا في اللي حضرتك بتعمله بجد في المقطم دلوقتي. طيب احنا الحمد لله فريقنا وصل لمجموعه مخالفات كتيره، ومعانا ورقه كمان وصلنا لها كمان، ده كمان ما شاء الله، يعني دي متخدم بارقام وبحسابات، ما اعرفش حضرتك ممكن تكون مركز معانا او لا او شايفها. دي كمان بارقام العقارات المخالفه اللي موجوده، نقدر احنا كبرنامج طلب حضور نقدر نجيب لحضرتك الحاجات دي ونشوف حلها الفتره اللي جايه دي، نكون احنا كمان مساعدين ليكوا. تمام يا حضرتك، هات كل المخالفات. انا عندي 2500 مخالفه، في اولويات للمخالفات الصارخه وللناس اللي عندها تعديات كتير دي الفتره اللي فاتت واللي جايه. احنا يعني عاملين برنامج لازالتها كلها. تمام. احنا في المقطم عندنا برضو مشكله ان الناس بتبيع قصح العقارات، قصح العقارات يبيعها عشان يبتدي اللي بيشتري. طبعا ده مخالف، لان قصح العقارات دي خدمه عامه ما تتباعش. طبعا لو اتباعت يبقى برضه اسقط عقارات ما ينفعش يبني عليه. في ناس تخصصت في هذا النوع، وقد يكون الناس دي لها سوابق مسجلين خطر ولها سوابق اجراميه، لقت من هذا المخالفه مكسب مربح جدا ليها. تمام. شغاله في هذا الموضوع، بس الحمد لله احنا قدرنا بالازالات الفوريه اللي بنعملها وبالازالات اللي بنعملها بالدراسات الامنيه ان احنا نحد تماما من هذه الظاهره. يا فندم انا عن نفسي بجد، احنا كبرنامج طلب حضور وسياده اللواء احمد فؤاد هو سمعنا دلوقتي طبعا، والراجل بصراحه بيشكر في حضرتك جدا وبيشكر في كل الاجابات اللي احنا بنعملها او اللي انتوا بتعملوها في حي المقطم. بس في حاجه انا اتطرقت فيها كده شويه، انا فريق الاعداد عندي نزل دور في الحي ونزل شاف في الحي، لقينا ان في شركات اسماء معينه، وحضرتك لسه قايل الكلام ده بدون ذكر الاسماء طبعا، ما ينفعش نذكر اسماء، بس الموضوع كان متفشي زياده عن اللزوم قوي. نحاول نرضع الناس دي ازاي؟ انا مش بتكلم بحد بعينه، بس نحاول نرضع الناس دي ازاي؟ واحنا كبرنامج طلب حضور تحب حضرتك يكون دورنا الفتره اللي جايه مساعده لحضرتك ازاي؟ هو الناس دي يبتدي الرضع ليها في الازالات المؤثره، يعني في ازالات تستحق انها تعمل لها دراسه امنيه مدروسه صح، وننزل دراسه ازالات توجع هذه الشركات. تمام. نقدر في بعد ما نحدد هذه الدراسه الامنيه ونقدر نكلم حضرتك، تشرفنا بكاميرا تشوف الازالات اللي بتتم. طب يا فندم هو حضرتك في دلوقتي، انا عايز اقول حاجه بس من ضمن الحاجات اللي اثارت بصراحه كمان برضو ان احنا تركزنا فيها، ان انا لقيت في ست ادوار طالعين او سبعة ادوار طالعين، اهو متهيألي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ادوار. لما رحنا سألنا على نفس المكان ده بالظبط ورحنا جبنا الترخيص بتاعه من الحي من عندكم، لقينا ان المكان اربعة ادوار وارضي، والمكان لحد دلوقتي بيتبني. دي احنا كبرنامج طلب حضور نقدر نقدمه لحضرتك ان هو يا فندم اهو، يبقى احنا كده ساعدنا حضرتك كمان في الملف. يا انا سأذكر لحضرتك هو امر تمام في المواطن كله، يعني عايز اقول لحضرتك حاليا دلوقتي مفيش اي عقار بيتم ازاله ارتفاعه حاليا مفيش. انما القديم هنحاول ان احنا الفتره اللي جايه دي ازاله فوريه نهائيه. انا النهارده كنت ازاله فوريه، واللي قبلها كانت ازاله فوريه برضو من الناس اللي سبتك بتتكلم عليهم، الشركات اللي متخصصه في المخالفات بالظبط قبلها على طول كانت ازاله فوريه. وعايز اقول لحضرتك احنا بنقول ازاله فوريه في كلمتين، لكن انت لا تتخيل الازاله الفوريه دي فيها حجم من المشاكل، لان الناس دي قادره طبعا انها تروح تعمل محاضر مضاده وتدخلنا في مشاكل وتدخلنا نيابات،
فالموضوع ما هوش سهل، الموضوع فيه منتهى الصعوبه مع هذه الشركه. طبعا يا فندم خلينا برضو نقول بصراحه برضو ان الموضوع بقاله فتره كبيره جدا، وحضرتك عارفين ان حضرتك لسه جاي الفتره اللي فاتت، فبجد الله يكون في عونك والله يعينك على المواجهات اللي حضرتك هتواجهها الفتره اللي جايه. بس احنا كبرنامج محتاجين نكون في ظهر حضرتك وكل الاعلام بجد مع الناس الشرفاء اللي زي حضرتك وزي سياده اللواء احمد فؤاد، احنا في ظهركم، واللي حضرتك محتاجه مننا يا فندم احنا موجودين في اي وقت حضرتك محتاجه. احنا متشكرين يا فندم، ولذلك تبقى معانا ان شاء الله. يا فندم انا بشكر حضرتك جدا، بشكر حضرتك جدا، بشكر سياده اللواء وجدي زقزوق، الراجل متعاون جدا. طبعا انت شفتوا اللي من شويه كان الاربع ادوار او ست ادوار ده كومباوند، انا هقول اسمه بالنسبه لي علشان انا معايا اهو يا جماعه، انا معايا الترخيص، هو طبعا سياده اللواء متابع برده معايا، معايا الترخيص ومعايا ان هي طالعه باربعه وارضي، ما اعرفش انا جبت الكلام ده من الحي من هناك ان هي طالعه باربعه وارضي وهو طالع سته، وهو الراجل بجد ما حضرش الكلام ده، الراجل دخل على ده كله، دخل على ده كله والله يكون في عونه. بس احنا كبرنامج طلب حضور هنتابع معاه الفتره اللي جايه، وهنحاول نتابع معاه من المحافظه وهن